ولاية باجة من أهم ولايات الشمال الغربي هي وجهتنا اليوم في برنامج عن قرب في جولة لعدد من مناطق هذه الولاية. البداية كانت بمنطقة سيدي مدين، هذه المنطقة التي لا زالت إلى اليوم تعاني من النسيان واللامبالاة من السلطة المعنية، طرقات غير مهيئة ومستوصف لا يحتوي على إطارات طبية أو شبه طبية، مشاكل عمقت من متاعب أهالي سيدي مدين، إضافة إلى اليأس الذي خيم على شبابها بسبب تنامي ظاهرة البطالة. مرحبا بكم، أنتم في سيدي مدين بجاز الباب، اسمها هي معناها متسمية بوابة الشمال، معناها كان ذاك كيس القديم قبل ما يعملوا الحزام اللي همش المنطقة جملة واحدة واللي كانت الناس تسقط تسترزق منه. به سيدي مدين، سيدي مدين هي قرية قديمة ياس، فهمني، عاشت برشا تهميش، من ناحية البنية التحتية، من ناحية البنية التحتية قلنا، ومن ناحية الخدمات، من ناحيه كل شيء ما تهميش في حتى في قوتنا، فهمتني ولا. بالنسبه لسيدي مدين، كان تدخل الانج تاع سيدي مدين ناس معناها تمشي في الغرام خويا، ناس فهمتني كي تصب المطر نتعبوا ياسر احنا، فهمتني ولا. بالنسبه للخدمات، عندنا خدمات صحيه غير متوفره، مستوصف كانت مش تشوف المستوصف كصحة مهمشينه، يخدم المستوصف، يخدم فيه فرمني معناه، وحتى الأدوية ما فيهوش، وحتى فهمتني ولا ماتريال ما فيهوش، فهمتني ولا ناس تتعب، فهمتني ولا تاخذ نقل، فهمتني باش تعرف تمجز الباب او تهبط لتونس باش يعدي ولا باش يتعاد قدام الطبيب. بالنسبه للفلاحه اخويا، عندنا اداره فلاحه متسمية اداره فلاحه، ولكن فهمتني اداره فلاحه كيف ولا خراب زاده، فهمتني ولا وكر، فهمتني ولا تعفسيت. بالنسبه انا نحكي كشخص، انا عندي 10 سنين بطال خويا، وغيري برشا ثم اصحاب شهادة عليا. ثم انا بطال يعني انت متخرج؟ انا متخرج خويا ونخدم في مقهى، فهمتني، وعندي 7 سنين 8 سنين نخدم في مقهى. ما لقيتش القهوه نتاعك هذه؟ لا خدام خويا انا، تاع شخص، فهمتني، انا متخرج وتخدم سنه. نخدم سنه قهويج، باش نعمل خويا، بو عائله انا ومتزوج، فهمتني ولا، ما عندي باش ناكل انا وباش نعيش خويا، ولكن يلزمني نخدم، ما نحبسش خويا، وغيري برشا فهمتني من اصحابي وزملائي وجيراني متخرجين كيف فهمتني ولا بطاله خويا. بالنسبه لسيدي مدين خويا، تعبين برشا خويا، بالرسمي تعبين، من ناحيه الاناره ما عندناش اناره، احنا نحاولوا على اناره تو الثوره ويجا، حضرنا ملتقيات، حضرنا منتديات، كما عملنا مجتمع مدني في الحي هذا باش نوصلوا مطالبنا، وصلوا صوتنا، فهمتني، بديناها بلجنه حي احنا، ولكن فهمتني ولا اثرونا، قالوا لازم تعملوا جمعيه باش تبلغوا صوتكم، هكاك عملنا احنا، مش كناس واعيين وكناس مثقفين، نفس المنهج تبعناه وصلنا به مشينا به، حضرنا في مجاز الباب، حضرنا في ولايه باجه، وصلنا خويا اش كان اللي سلمنا خويا، سلمنا خويا، ما يسمعنا حتى حد احنا، فهمتني. مندوبيه الشباب والرياضه مش حاضره، مندوبيه الثقافه مش حاضره. الشباب والرياضه، لا وزاره الصحه، لا التجهيز، كياس هذا قلت له كياس هذا خويا، كاس اصحاب سيارات يتشكاو منه خويا، هذا من عهد فرنسا خويا، هذا الكياس هذا ما راه شيء، فهمتني ولا. زيد على ذلك فهمتني ولا، ثم عائلات معوزه خويا، ثم ناس فهمتني معاقين، ثم بالرسمي تدخل عائلات تشوف تسمع الاهالي، فهمتني، نفساني تتعب خويا. انت تو شنو تطلب المسؤول قدامك الكاميرا؟ لحظه، انت شاب معطل عن العمل، متخرج، عندك 10 سنوات، يعني المسؤول تو قدامك في الكاميرا، شنو تطلب منه؟ شنو تقول له للمنطقه هذه، وخاصه انتم اسمكم 44، يعني 44 كيلومتر على العاصمه وما ادراك. انا نوصل صوتي للسلطات، اول حاجه معناها يدوروا المنطقه هذه، معناها يتفكروها، ما يصيرش خويا، احنا رانا توينسه خويا، فهمتني، ماناش مقطوعين من شجره، هذه نقطه. نقطه ثانيه، نطلب من السيد الرئيس معناها باش معناها يجي يزور سيدي مدين، ما يصيرش خويا، احنا رانا عندنا بطاقه تعريف تونسي خويا، فتفكرونا خويا، احنا خويا رانا بالرسمي، رانا تعبين، وصلنا ناس معناها وصلوا فيها سيدي مدن وليدات انتحروا خويا، فهمتني، جراء العيش اللي عايشينه لهنا، فهمتني. شباب منطقة سيدي مدين الموهوب بلعبة كرة القدم يمارس هوايته في أرض ترابية، مما تسبب لهم في إصابات متعددة.
ما زلنا في سيدي مدين 44 مواطنين وتفاعلات وتشكيات بالجملة. عندنا 50 بطيمة تدور بحذانا تعمل لنا الريحة في الصيف. إنسانة تخدم في السواني اللي تمرض يجيبوها في كرهب يلوحها في 44 في دارها، لمن يسعفها تمشي الصباح في البرد منها كل حيوان هزينها، فهمتني؟ 380 ألف شهر تخدم ب 380 وانت في البطيمة. احنا عندنا 50 بطيمة، كل امرأة من 44 تخدم 3 نساء، كل بطيمة تهز 3 نساء برك، 150 امرأة، ال 150 امرأة كلها تمشي وانت للسواني اللي تروح وانت مريضة لما يهزوها يسعفوها ويهزوها يروحوا، شيء يتعدى علينا انا نعرفه، فهمتني؟ عاد لفت يا خويا هلا جماعة البطيمات هذوما ويتلفتونا، فهمت يا لا، وتلفت لنا الحكومة وعندنا الطريق نتاعنا النقل. النقل زاد نعانوا في الامرين، عندنا قريعات، عندنا سيدي مدي 44 يعبي من القريعات يتعدى ديريكت لمجاز الباب، وهنا نسانا وبناتنا وولادنا برك تحت الوحد. عدينا الجهويه اخويا، سيد مدير جهويه خير الكار نتاعو هو ملكه الخاص، عدينا الجهويه تتعدى على 44 والنقل يمشي، خليه يتوفر النقل. طالبين محطه في 44، رجع لنا الجهويه منه. يا سيد مدير نتاع الجهويه نتاع باشا، من فضلك راهي 44 مجاهده وراهي هي الأولوية باش الجهوية تتعدى منها، تهزش نفر واحد خل تهزه، شنو تجيب لي مغادي شفور عامل شفور ماشي يتفسح في الكار؟ أنا ريت ثلاثة من الناس راكبين ماشيين. علاش تابعين ولاية باجة؟ سامحني تابعين ولاية باجة بالكذب أخوي، تابعين ولاية باجة بالكذب أخوي الغالي. باجة مرينا منها شيء، مرينا منها شيء. أخزر احنا لهنا ولاية منوبة معناتها جاو حوم بعد، وشوف كيفاش خويا الضو كيسات مريقل والزيقوات والدنيا. احنا هنا كان تدخل تو تعمل دورة تو تشوف تنجمش تمشي في الليل. اللي وراك شنو هذا؟ فهمتني؟ هذا استاذ، هذا تيران تاع استاذ، عندنا صغيرات مساكن تكور وكذا، هذا تيران يكور يجي باش يكور يبات في السبيطار في الليل. فهمت؟ معناتها برشا حاجات خويا الغالي نقصتنا راهي لهنا. حوم ريت من اخدم الحوم راهي خويا. هاك تشوف خويا الغالي كيفاش معناتها تدخل ادخل هاك باش تدخل تعمل دور وتشوف كيفاش الحي من داخل، مخك يغفر شيء غريب راه. وتجي تتكلم مثلا فماش شكون يسمعك راه. بصراحه ولاية باجة رايحه على الاخر خويا الغالي، تعبه على الاخر، تي ما فيهاش والي هي، سامحني بلاش والي هي، فما ولاية بلاش والي سامحني، باش يوريك اللي هي قداش ناقص. السلام عليكم. مع السلامة. فاش استناو انتوما؟ احنا استناو في الكار، في الكار ديما تجي الكار يا ساعتين ثلاثة سوايع ربع سوايع باش تخلط النورمالمون كل ساعة لهنا. هذه الترمينيس نتاعها اخر تونس، تجيب العاصمة من تونس العاصمة، تجي تاخذ تدي ميتور منه وترجع. فهمني؟ نضرب ساعتين ثلاثة تاخذ في الشطر ثنية ما غادي برج العامري قريعات الله اعلم. شوف راه تخدم على كيف نقلوا فماش؟ فهمش قاعدين نستنى. نقص ماتريال، نقص ماتريال، لا والله نقص ماتريال مش ماتريال. احنا المهم قاعدين هنا ضربين ساعتين ثلاثة في الليل قاعدين، ساعات تجي وساعات ما تجيش، معناها في المدينة ساعات تجي ساعات ما تجي، فصغيرات تنسى كذا فهمتي، بالساعتين بثلاث سوايع نستنوا ما ثماش كذا. شنو يقول لك نهار لحد الساعة ما تجيش الجملة؟ نهار لحد إذا كان ما عندكش لواج تمشي فيها ولا ما عندكش وسيلة نقل ما تخدمش. اليوم سبت، اليوم اليوم سبت، ساعات تجي ثلاثة سوايع وتجيك كذلك توصل لك هنا يدور الكار يقول لك لا ما تعبيش يا ديني قصي تسكر، يقول لك لا ما تعديش ما تعدي في التويل يا دي هذيك ربي يقول لك لا. ما ليش تقص لي في تسكر؟ نقول له انت وقت لي هي ما تعبيش، ليش تقص لي في تسكر؟ يقول لي هذاك هو الموجود يا دي هبطني الاخر بجاه ربي يقول لك لا. معناها معضله بالنسبه للنقل يعني راهي معضله هنا. هذه المنطقه هذه هاك تشوف فيها يعني منسيه، معناها احنا في تونس معناها ماناش بعد على تونس 44 كيلومتر على تونس، ماناش حاجه كبيره يعني في ومعضله كبيره بالنسبه للنقل. يزيد كل كار كل نص ساعه نورمالمون دور لنا كار من والناس تخدم، راهي ناس خدامه مساكين عياشه يعني، معناها ناس باش تخدم، ناس تخدم حتى في الليل تخدم النهار. النقل مشكله، ثم مشكله كبيره في النقل هنا، مشكله كبيره في النقل، مشكله كبيره ياسر في النقل. ان شاء الله ان شاء الله يتلفتون المسؤولين، معناها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
احنا حي النور ريق هو منطقة من حي سيدي مدين، هي منطقة سيدي مدين كبيرة، هذا مقسم في سيدي مدين مسمى بحي النور، هذا مشكلته الوحيدة هو الماء والضوء. الناس تجي من تونس من كل بلاصة من الأبعاد تحب تسري هنا وتستأس على هنا، وإحنا سيدي مدين نحب القرية متاعنا تكبر. مشكلتنا الوحيدة هي مع البلدية، البلدية معطلة للمواطنين اللي هنا على الماء والضوء. حي النور لازم تشوف فيه، معنا فيه ناس خبارات شكون ساكنة فيه، عندنا شكون حتى سباسية معنا معروف فنان كبير ساكن لهنا وهرب من هنا، سبب هروبه من هنا هو الماء والضوء. توغلنا في التجمعات السكنية بسيدي مدين، أين وجدنا الأنهج غير معبدة وكأنها مسلك فلاحي تتعقد الأمور فيها، خاصة في فصل الشتاء. بربي ياك تشوف المشاكل، الماء لا زيقوات لا انار لا من فما من حاجه، ما فما حتى حاجه، غياب تام من سلطه الاشراف تاع مجاز الباب، لا تجهيز لا بلديه لا ما فما حتى شيء. كان شتاء مطر تصبوا الناس غارقه في الماء الكريم، كان صيف وشواشة وناموس وشي شي شي كبير. نطلبوا من مجاز الباب تتلفت لسيدي مدين، يا اخي على شي مجاز الباب تخدم كان على مجاز الباب، على ما تخدمش على الريف نتاعها، على ما تخرجيش تعبد الطرقات، علاش علاش هذا كل شنية؟ غياب غياب تام 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 للمناطق الريفية. الغرام كلعنا ولو سخ كلعنا، واش نتاعنا مرضت ونحن مرضنا في الصيف ما نرقدوش عليه من الغرام والوشواشة والشوارع المسخ. في الشتاء داهم علينا، داهم علينا الماء لديارنا، لديارنا الماء يحتمل في الماء هنا الفراش اللي محطوط في الوطان طيشوه، يدهم عليه الماء، راه ربي ما حبش. نظمونا تلفتونا، رانا توانسه رانا مواطنين، رانا توانسه رانا مواطنين، ما عندناش باش نقدوه. الحاكم مش متلفتنا، نحن في الشارع مش متلفتنا، نخزر شوارعنا كيفاش خامش. ناسيننا اصل البلاصه منسيه ذي. انصاوتوا اي جناي برا امشي نعطيك بطاقه تعريف وامشي شوف ما يتصيرش انتخابات وما نمشي نصوت عليها وما نفعوني حتى بشيء، ما نفعونا حتى بشيء، ولا البلديه ما تجيناش ما نفعونا حتى بشيء. ها نقول لكم ما ثماش جيت انتخابات وما مشيناش، ها مولادنا بكراهم مازال يوصلوا فينا، هيا نخبوا هيا نمشوا خلينا ينفعونا ونشوفهم شويه ينفعونا لا نروم منهم حتى شيء. البلديه غايبه ما ثماش، ما ثماش بلدي معناتها ميتين، ما تكرم تكتر يزوها طايحه خلاص ما يتكلم على حد. تلفتونا ما تلفتونا في الليل جو في العباد راهي ضايعه، مكسر العباد ضايعه ما يتكلم عليك حد، تمشي للمعتمد ما يسمعك، تمشي للبلديه ما تسمعك، معناتها شكون باش تشكي؟ نفقي السعيد للقصر باش نخطوا له ما يسمعك حتى واحد. ثم عمده يسهل ويمشي ويقول لكم على الحاله نتاعنا وانتم تنجموا تتصرفوا. تقول تقول هاي باهي تو نعملوا هذيا هذيا المراه هذيا المراه هذيا هذيا كتلوا قدامها الزبله اللي نعملت الدود، روحوا الباجه تعاركوا النساء في بعضهم روحوا الباجه عليه عليه. مش مواطنين احنا، مش توانسه نحن برا توانس. عيش خويا عيش خويا هكا ولدي ولا ليه؟ هذا هو نحن شاكين كان عليها الهم اللي لايتنا هذا وكا هو المسؤول هاو لهنا شنو تقول له المسؤول؟ المسؤول نقول له شبابنا ضايع دنيتنا شوف كيفاش، معناتها رزوها طايح من الاخر. يتلفتون شوي تلفتوا شوي شباب، يتلفتوا للنهجه يتلفتوا للعباد شوي ارحمونا حتى بحاجه. هاي سيدي نايم من ثلاث ايتام، اسمعني اخوي ثلاث ايتام 200,000 شو يعملوا لي؟
200 دينار شنو يعملوا لي؟ هذه ما عندهاش خلاص، معناتها ما بتلفت لك حد، فهمتني؟ ما بتلفت لك حد، ما ثم حد، ما ثم شكون يتكلم عليك. عايش ولدي، وربي ان شاء الله، ان شاء الله ربي، ان شاء الله ربي انتم اسد خير، وان شاء الله ربي. سميش هي هات ونعمل لك، هي هات ونقول ميت الخبري. عندك الله ما يتلفت لك حد، يبنوا شوي. اما الاخر ميت تحت الحيط، هذه هاي تابع عند الدم السكر والقلب، وما عندهاش يخوف وقلب ونشكي نشكي نتصحت من الباب. تعرف نمشي بالمنجات نتصحت من الباب بالرسمي، ما ثم حد من الباب نتصحت حد يتكلم. يا ودي نظفنا ما حشتيش، تعاوني عاوني ربي، نظفنا حالنا وتلان بولادنا، تلان بولادنا بطاله وما عندهمش، وباش نتاهم صغار لا عمري فات شيء، نعيش حتى بقد ما خبز وطرف زيت فيه البرك. برسم كان 76 سنه نتاع زيتون، نمشي نخدم الزيتون ونجي ما يسالش قادره نخدم. قلنا نخدم، قالوا لك برخدم، قالوا لك برخدم على عيالي نخدم، ما عنديش ها ونظاري بالزيتون ها، هذه كيف كيف غير برا زيدها بثلاثة تو تشوف. ميتة البقعة ميتة ميتة، ريت ميتة من الاخر. وضعية مزرية لأهالي سيدي مدين عمقتها مشاكل البنية التحتية لهذه المنطقة والبطالة وغيرها من المشاكل الأخرى. من منطقة سيدي مدين تحولنا إلى مجاز الباب، هذه المنطقة التي يشقها واد مجردة تبعد حوالي 56 كيلومتر عن العاصمة. هي منطقة فلاحية اقتصادية بامتياز، مدينة يستطاب فيها العيش لجمالها وسحرها وطبيعتها الخلابة. عسلامة، مرحبا بك، نشوف فيك النسبة مزيانة ما شاء الله، لكن الأسوام غالية. الأسوام غالية فهمتني، بحكم الطقس المناخ فهمتني، جاء عام سخون برشا، معناها البرتقال الأغلبية كله ما النوارة بتاع ما شدتش فهمتني، جات صبا ضعيفة برشا ناقصة، هذاك علاش معناها ناقصة برشا سلعة فهمتني، هذاك يولد الغلاء. وبحكم فهمتني الوضع تاع البلاد، فلوس مش قاعده تدو، المواطن ما عندوش فلوس يجيبو، ومع الغلاء ما انا ما فماش دوله بدائر. بالنسبه فهمتني للوضعيه تعبه برشا. التمصن بقداش كيلو تمص؟ تو التمصن الاغلبيه فهمتني الباهي من 3.5 وانت ماشي حتى 4000 4500 فهمتني. الكيلو ما يجيبش حتى 4 كعبات. ايه بالنسبه للكاليبر هذاك الكروس كما كاكا فهمتني 3 كعبات كيلو. زوال ما ياخذوش، فما تو بالنسبه للبرتقال اللي مش يولي ما انا ماشي، هو اون برانسيب يحصل على كل 4000، كنا قبل فهمت نعيطوا 4000، تو ولا ب 2000 الكيلو. الشروب اي هذاك فهمت النوعيه العصير هذاك الجي، تو لازمنا نحوم من مخاخنا كلمه عصير. تو فهمت كان المالتي فهمت تقشر ما عادش ما نجموش نعصروه وقت اللي هو الكيلو نتاع ب 2000، ما عادش يتعصر يولي تتكلم ماكله، وزيد العباد ظروفها ماشي. الوضع مش هو فهمتني، الوضع فهمتني ما نعرفش، تعبه الدنيا ياسر تعبه، والامور ماشيه في الاسوء، تحس ما تحسش فهمتني بلاد طالعه فهمتني، تحس هابطه فهمتني. وان شاء الله ربي يقدر خير، وان شاء الله ربي يرزقنا فهمتني الاخر بشويه مطر، فماشي الامور فهمتني تتحسن شويه. مجاز الباب باش مشهوره، باش معروفه مجاز الباب. مجاز الباب منطقه فلاحيه، بلاد فلاح، بلاد تفلح فهمتني، قمح وشعير ودلع وبطيخ، معروف هذه فهمتني مجاز الباب. كذا اللي فهمتني موجود المطار والبراجات معبي، والواد مجرد موجود فيه الماء، ناكلوا الدلع والبطيخ، ان شاء الله، ان شاء الله سنين ناكلوه فهمتني كالعاده فهمتني، ولا ما انا ب 500 و 600 خايف لا الكيلو نتاعه يوصل ل 2000 سنين. على حسب فهمتني كي اذا كان ما فماش ما خلوهمش باش يزرعوا، ما فماش مطر وما خلوهمش يزرعوا دلع وبطيخ. اكيد 1000% فهمتني، ولا ما انا اسوامات خياليه، مش انا الاولى عندي 35 سنه خضار، 35 سنه مع عمري ما صارت عليا فهمتي الاسوء ما تديره. يا بابا مجاز الباب هذه سويسرا، ماهيش مجاز الباب، ريت سويسرا الغليده كل شيء، من الغل للخضره الوع كل شيء، الزيت ما ثماش، السكر ما ثماش، بالحق راه نكلموا فيك ما ثماش مواطنين ياخذوا في الدبوزه 32 دينار عليه، الزوالي تم يعيش القليبه بالرسم مع الشيخ، تعرف شنو في المجاز هنا والبطاله.
فوق الشمال الغربي وكذا ونعمل معامل عمل مثلا ما دماش المعامل يجيبوا لها من الدنيا الاخرى تجي تخدم الكيران كذا الناس بطاله لهنا عم تقعد تصدر القهوه فهمني المزمر يعني تلقاه تريتي يضرب 180 دينار الزواوله 180 دينار شنو تعمل له؟ تاع الزواوله خلاص ذاك اللي يعملوا تاع عائله المعوز ماذا ما حاجه الحظاير ياخذ 400 دينار 400 دينار بزاف تعيش تو يعني الدوله قاعده تصفر تو يقبل هلكوها تويك ان شاء الله ربي يجيب عصوة شو قلت لك منك الدنيا ماشيه في هاوي مش ماشيه في سلاح مجاز الباب فلاحيه المنطقه فلاحيه واغلى يا ريت مثلا نجوا الطماطم والفلفل هنا اغلى من تونس العاصمه اغلى من جندوب بالرغم هي منجه وهي منجه خاطر السلعه نتاعها يا زول تونس ومن بعد يعاودوا يكرروا له يجيبوها لهنا تولي غالي الحوت الزوالي السردين ب 7000 فرنك سردين 7000 هذه اقل حاجه السردينه راهي تاع 2000 فرنك اللي وروا فيها 5000 الوحدات وكذا القرار شكون ياخذ عليه ولا الورقه ولا ما ياكلوش كان الهاي هاي وما عندناش هاي هاي لان متوسطه وزول لي سوق مدينة مجاز الباب يستقبل العديد من المواطنين من مختلف المناطق نظراً لأهميته وجودة خضره وغلاله. هذه تقولوا تسميوها سرة البلاد احكي لنا عليها هي هذايا سوق هذايا المرشي القديم وهي الرابط بين وسط البلاد المدينه جامع باتيس عندنا حمام باتيس هنا معروف من حمامات القدم سوق هذايا فهمت الله مجمع بين الحوت وبين المشاوي وبين الخضره وبين هذايا سرة اللي نتقابلوا فيه الناس الكل واللي سرتوه سبت ولا حد اللي هو جور فري يعتبر نتقابلوا الناس الكل نحكي ونقضي ونحكي وعزاد اش نقص على الدنيا الوضع في تونس وصرتو في مجاز الباب متدني شوية يعني من ناحية المادية الاقتصادية ظروف مازالت قاسية شوية إن شاء الله السكر والحليب ولو مطلب ولا مطلب عام إن شاء الله الدولة تغزرنا بين الاعتبار كيفنا كما سير بلدان الكل كيف كيف نحكي على الإطار السياسي في البلاد إن شاء الله زاد تتحسن الامور عندنا معتمد ممتاز صغير في العمر الحق ام دو تيران قاعد يتحرك قاعد ينشط الناس كل عاملين عليه كيف ان شاء الله توضح الامور في البلديه ان شاء الله عن قريب العاجل في العموميات في العيد السره نتاع البلاد هذه في العيد تبدا حافله نتصورها انا هكا حافله فوق ما تصور نتلموا الناس كل نقضيو نحكيو على اللحم نحكيو على الحوت نحكيو قداش العلوش اش باش يزيد اش ينقص السنه شنو عرفتوا شنو هذيك حديد لا لا هو اكيد ومعيشه غاليه برشا كنا متقلقين والحق يقال شهريته قداش وقداش باش تصرف ولدك يحب على العلوش الفلاني وهذا يحب على البركوس وهذا كذا هذه حاجات يعيش فيها التونسي في العام فما بالك احنا المواطن هنا كذلك يعاني من غلاء المعيشة والأسعار الكل يتذمر ويشكو من الأسعار المشتة احنا في قلب مجاز الباب هذه اللي تسمى المدينه العتيقه او البلاد العربي لهنا التجاره نشوفوا اللحم ونشوفوا المرقاز ونشوفوا في الخضره ونشوفوا في الحياه المعيشيه الموجوده لهنا ما شاء الله ناس بيه عاش خويا رب فضلك هذا اللحم طبعا بربعي علوش خويا غالي ما فهمت مجاز الباب معروفه بالعلوش وغالي وانا يا حاصل كاتب مجاز الباب والله غالي علوش شيء غالي ناخذ فيه ب 38 و500 ب 18 و500 حي
فهمني ما فماش خويا. شكون مشى فيها كان العفس هاك شوف فيها البطعة فارغة، مشى فيها كان الزوالي. والله تمشي للسوق ما تلقاش على الوش، اللي غلاوي كويه في البقري كيف كيف. جاك هنا قداش اللحم تاع المكان قداش اللحم هكا ما فماش خويا، لعلوش غالي والله غالي برش. ألف هذيك ما تحكيش عليها خلاص. هي سبب العلفة هي سبب؟ بتبيع هو الحشيش وين هو؟ وين الحشيش؟ برا شو؟ أنا بنبز الباب الفحص أنا فما شيء فارغ لا فما حشيش لا تلحشيش. غادي الحم صاحبي غادي معاش ماكلو حتى واحد هاك تشوف. من غلام كنت قبل قداش تذبح قبل؟ أنا 15 20 18 17 وتاخذ ما يقعد شيء والله ما يقعد شيء تتبع 7 8 كبات هنا مقعدي. والله ناقص الخدمة البال بتقولوا ب 40 الحمي هز روح ويدور. يا خويا الاسم مجاز الباب والمشوى نتاع مجاز الباب يقول لك اللحم رخيص. يا حسره والله يا حسره، كان اللحم رخيص كان مشات من التسعينات المصدر والله من التسعينات والله مشات وربي يهدي ولد عمي. شنو نقول لك؟ انت ضعيف برشا ومش يوفروا للفلاح في البرودوي اللي باش يطور بها العلوش ومش مقاعدين يدعموا فيه لا في الحليب لا في اللحم لا في حتى شيء. شكاره العلفه كانت تخدم فيني في 2010 تخدم شكاره العلفه ب 24 دينار، تو شكاره العلفه ب 78 دينار ومازالت قاعده تزيد. وان بليس فهمني الماء نتاع واد مجر تنقص بصفه كبيره ياسر فهمني بنتيجه قله الامطار. واحد نقص الماء معاش الفلاح قادره باش تزرع هاك الاعلاف، واحد يلزم يدعموها ويلزم يفني يطوروا لها في الانتاج نتاعها باش وحاجه اخرى الفيرمات. الفيرمات الكل فرغوها معاش ثم فيرم. نحن في 2009 نبيعوا في العلوش ب 14 دينار، طلبت منا الدوله باش نبيعوه ب 13 دينار. قلنا لهم نحن ما نجموش نوفروا الشيء هذا، قالوا لنا خويا تنربطوكم بالفيرمات، تاخذوا من عند الفيرمات، اعطونا كل جزار يعطوا فيه في 10 علالش، كل جزار من الفيرمات، الفيرمات هذيا ما عادش تنتج. وقتها الدولة فرضت علينا باش نبيعوا العلوش ب 13 ب 12 دينار ولا هي ب 13، فهمني؟ تو ما عادش فيرمات كلها فارغ، ولا ثم من يحكم ولا ثم يلزم في الفيرمات هذيك يعطوها الفلاحة خل تنتج. عسلام يا خويا ربي يعينك. الله يسلمك، شنو احوالك يا بابا؟ احكي لنا على مجاز الباب قبل وتو. مجاز الباب قبل واش مازال تو؟ معناها فما فرق كبير. فرق كبير 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 فوق ما تصور. معناها واش شنو تحكي؟ اللحم طلع للنواقيس. العلوش غلا، العباد ما عادش خالطه باش تاكل اللحم. المشوي معناها تو كانت العباد تاكل باللحم المشوي ما كناش نشوه الحوت هذا. تو العباد ولات تلزم تاكل بالحوت وتاكل بالواحد ما عادش نجم تاكل اللحم. اللي كان اللحم معناها الحانوت هذه ما تلقاش من بلاصه وين تقعد. تو فارغ هاك تخزر. فما فرقة كبيرة، الناس ما عادش خالتها، الناس ما عادش خالتها باش ياكل معناها، والعباد الكل ولات تحسبها ولات تحسب ما عادش يقول لك مش ناكل معناها مش نفطر ب 6 7000 فرنك 8000 فرنك، نمشي نعمل كاسكروت ب 3000 ولا ب 2000 فرنك وانت ماشي. ولا ساعة ساعة واحد يجيك يجيب طرف خبز يقول لك حط لي فيها شوية سلاطة ولا شوية هريسة ويلزم ياكلهم وين. العباد ما عادش خالتها. وقبل كانت نصلي على النبي خير خير ربي اللحم هذا وصل معناها ب 7000 فرنك بالبراح يعيط طول الزيت معناها العباد اقل واحد يضرب طله طل ونص كيلو زوج مناس كيلو ياكل اللحم ياكل واحد قال يهز كيلو لدار وكيلو كذا كان الخير موجود. تو ماتش تو ماتش هاي الله عينك. الله عينيك يا خويا. يا خويا ربي عينك هك ما شاء الله. عايش خويا. الخدمة تو ماشية مش ماشية. والله الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر. يعني كلهم يوم يتشكاو خليك قبل الخير. يا ودي الحمد لله يا ربي. إن شاء الله ربي يداوم علينا النعيم. الحمد لله كله من عند ربي سبحانه. الحمد لله واحد ما هو مستور. يا ربي لك الحمد والشكر. سلعة غالية.
الغلي هذاك هو اخي شتاء تويك فهمني باش تلقى سلايد غالي باش تلقى الحوت موفيتون غالي شويه في السوق فهمني وفي وقت معناتها رخص الناس كل زادت تتفرد وتشيخ فهمني والحمد لله الناس كل تاكل والناس كل بد متعشي. الله عينك. الله يسلمك. تو تحب الترجي وماكش تتبع فيه هيك ماكش في الجزائر. الباسبور مانيش نبدله هذاك عليه من عام 90 والله الباسبور مش مبدل باقريني اول عباد ربي صدقني من عام 90 وحتى الحانوت بتاعكم كله ترجي. كل حمرا وصفرا الدنيا كل حمرا وصفرا. احكي لنا على الكوميرس على التجاره عندك شنية؟ الكوميرس هكاك هكاك وبر مشكل عادي اما لاباس الحمد لله. الحمد لله. يعني تو ترجي في المرتبة الأولى والكوميرس لا. ترجي قبل ربي نبي بعد جي ترجي. بابا الله يرحمه وما ربي معه. سهلة مهلة أكثر شيء من هيك. سهلة معناها ما نزيدكش. بابليس. اهلا بيك اخويا وين ندورو في مجاز الباب نلقاو برشا ناس تربي على الكباش هذيا ونطيح احكي لنا على الجو هذايا والغرام هذايا. الجو هذايا الغرام هذايا غرام اخويا مرض اخويا دوده متنحاش جمله غرام مجاز الباب راه غرام كبير بدينا بشويه بشويه وكبرناه وعندنا اخويا المروكي فهمني عامل دوز فكتوار وان شاء الله مازلنا نشيخو بيه ومازلنا لقدام وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. وتتنقلوا تمشيلوا بلاي اسمه؟ نتنقلوا عملنا زوز راحة منام في تونس زوز راحة منام في البورتال زوز راحة في صل خفيف تك 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 ومزلنا اللوجو اللي عنده خويا في ردعه مرحبا به نتفرجوا. وثم بلاصة خاصة وإن تعملوا الأتراح هذه؟ فما لوتيكا فما لهنا في مجاز الباب في المجاز عندنا زوز بتاعي في المجاز عندنا الليسي وعندنا الفوري وديما من حسن الى احسن عنا المروكي عنا الزمق عنا تحفه عنا برشا كباش تحسب تغلط ومازلنا من حسن الى احسن ديما القدام يعني بخلاف الهون ثم الكباش موجوده الكباش وموجوده العباد وديما في الغرام وفي الشيخه وهذيك هي ديما شيختها. من المشاكل التي اعترضتنا هنا في منطقة مجاز الباب والتي تسببت في معاناة تجمعات سكنية هو انتصاب وحدة صناعية وسط هذا التجمع السكني وهو ما تسبب لهم في مشاكل صحية وبيئية. احنا تويك في مجاز الباب في معتمدية مجاز الباب ولاية باجة مش نحكيه على المنطقة السكنية اللي موجودة لهنا معانا مواطن كما هو يحب يقدم نفسه باش يحكي لنا على الإشكاليات اللي موجودة في الجهة هذه بالذات. رمزي بوغاني
أنا بالأساس مواطن بمدينة مجاز الباب، بغض النظر على الصفة نتاعي ولا على خدمتي إيش نخدم، أنا نسكن في المنطقة هذه منطقة بوموس. بون براتيكمون احنا نقولوا منطقة بوموس، أما هي معناها على الحزامية جي بي 5، على الحزامية اللي تربط ما بين مجاز الباب وتونس. نحن هنا نحسوا باعتداء صارخ على المنطقة هذه، خاطر بالأساس عندنا كياس يطلع للمنطقة هذه، تجمع سكني كبير في مجاز الباب لمنطقة بوموس، فيه برشا سكان. ما رعنا إلا بعد جهود كبيرة وبعد منادات كبيرة للسلطة اللي تجاوبت معنا، عبدونا الطريق هذايا، مواطنين مساكن كانوا ينحيوا في صبابتهم هنا من الغرقة، جو دي بيان الغرقة مش الطبعة. بعد جهود كبيرة عملونا الطريق هذايا اللي يربط الجي بي 5 واللي يربطنا نحن أساسا بالمدينة، في اعتداء صارخ على حقوق هالمواطنين هذوما اللي بما فيهم أنا. فاش يتمثل الاعتداء؟ باش نحكي لك، لهنا ثم دبوات إيزون امبلونتي دي ديبو، كريتهم شركة، الشركة هذه تجي في سلعة مصبرات غذائية يخزنوا فيها. الزون اللي نسكنوا فيها نحن هذه ماهيش زون لوجيستيك وماهيش زون اندستريال، جل دي بيان لا هي زون لوجيستيك لا هي زون اندستريال، كمايه نتعفس كسرونا الطريق. ديجا تو تنجموا تصوروا الطريق وتشوفوا لي ديغا فريمون، حتى اللي يعمل كريهبه، خاطر تو حتى ظروف العباد الكل ملزوزه، عباد يعلم بها كان ربي. انا نتكلم راهو باسم المواطنين اللي يسكنوا في المنطقه هذه، على خاطر العباد بالحق الهاتها الدنيا والهاها الغلاء والكوا والوضعيه الصعيبه اللي يعيش فيها المواطن. عندنا حتى اللي عنده كهرباء، الكهرباء راهي مشات تهريت من الكياس اللي والله براتيكمون كي نجي باش نتعدى ما نلقاش بلاصه نتعدى منها. اش دخل الدبوات هذا؟ شنو القلق اللي ساير منه معناها؟ عندك الكمين اللي تجيب في السلعه اللي كسرت الكياس، والكياس هذا مكسب وطني جو دي بيان، راهو من المجموعه الوطنيه، الفلوس هذيك دفعتها الدوله باش تعبد لنا الطريق. وندائي الى اعلى السلطه في الجمهوريه سياده الرئيس، خاطر نحن وصلنا وبعثنا عريضه للسيد الوالي بالوضعيه المترديه اللي فيها الطريق هذا واللي هو مكسب وطني، ورانا نغيروا على المكاسب الوطنيه، راهو الطريق هذا عملوه للمواطنين، راهو لينا احنا مش للكمين اللي باش تعفس يوميا تجي في السلع ويكدسوا في الثروات على حساب المواطنين. ثم حاجه اخرى، ايزون امبلونتي دي زوجين، معناها معامل الداخل في الدبوات. انا نسكن لهنا نسمع في الحس كي نقولوا دبوات، نحن نشوفوا في السلعه جايه داخله خارجه نتاع مصبرات غذائيه، اما او ميم طون نسمع في برشا حس، ثم تقربيه، ثم ثوم، ريحه نتاع ثوم بالله في الصيف ما نجموش، احنا في الصيف يخدموا في ثومهم، نشوفهم يكدسوا في الثوم يشيبوه لهنا يرحيوه، معناها ثم معامل الداخل قاعده تخدم، ثم حس قاعد يطلع، ما نجموش نرقدوا في الليل. معناها انت تو تحب تقول كونه الدبوات هذه ما ياشي دبوات للتخزين، يعني ثم معمل قاعد يخدم. اكزاكتومون، هذا تجاوز صارخ للقانون وللترتيب المعمول بها. انت تعمل ديبو من برا تجيب في المصبرات الغذائيه، اولا الزون ماهيش زون لوجيستيك، ماهيش زون اندستريال، انت كاري دبوات في منطقه الارض ذات صبغه فلاحيه. علاش مشكيتوش؟ انا بيرسونيلمون معناها مع مجموعه من المواطنين احنا مشينا، السيد معتمد في باله بالوضعيه، حكيت للسيد معتمد مشكور اللي تقبلني، وثم عريضه في الغرض باش تمشي له. هذا توا بعد ما كلفوا السيد المعتمد لول بتسيير ولايه باجه، خاطر قبل كان ثم والي، مالوريزمون ثم هو والي مشى، هو ما ثم شويه والي، الوالي القديم بعثنا له نحن عريضه، العريضه هذيك نورمالمون وصلت للولايه، خاطر هزها احد المواطنين اللي بما فيهم نحن 30 عائله براتيكمون، هزينا حاطين العريضه هذيك، باهي بعد وقع التنسيق مع السيد المعتمد مجاز الباب. يعني انتم الطلب الرئيسي نتاعكم الكاميرا مقابلتك، الطلب الرئيسي نتاعكم شنو تحبوا بالضبط؟ الطلب الرئيسي نتاعنا الطريق هذايا راهو مكسب للمواطنين لينا نحن المتساكنين نتاع المنطقة هذية، لا مساس بالطريق هذاك ويلزم إصلاحه عن على حساب الشركة اللي هي كسرت الطريق هذاك. ثانيا نحن مواطنين من حقنا أبسط حقوقنا هو العيش الكريم، العيش في إطار دولة الحقوق والواجبات، من حقنا وإننا نرتاح، ومن حقنا وإنه نسكن في بلاصة ما فيهاش حس، وحس راهو بالحق راهو بشكل رهيب، ما فيهاش حس، نحن نسكن في منطقة سيدي حتى كان الأرض صبغتها فلاحية فيها برشا متساكنين،
ما تجيش تزرع لي فيها معمل. يعني تابع هي المثال تاع العمرانيه ولا هذاك موضوع كبير برشا وشائك، والبلديه ما هيش قاعده تسمع فينا، خاطر انا بيرسونيلمون واحد من الناس حبيت نقابل رئيس البلديه مره باش نحكي له على الوضعيه نتاع الطريق، وباش نحكي له حتى على الوضعيه نتاع اللوزين هذيه ولا المعمل هذايا اللي بالحق تغول هذايا الراسماليه على حساب المواطنين. حبيت نحكي حتى مع رئيس البلديه قال لي جو سوي اوكيبي ما نجمش نقابلك تو. حكيت معاه هكاك قال لي لا 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 ثم علاش ما حبش يقابلك؟ يعني جلسات وثم ما نعرفش شنو وثم مخططات ليهم هما الجلسات التمهيديه ومبرمجه على حساب الميزانيه الجايه. بون هذايا ما نحبش ندخل فيها انا، خاطر ما دايور هذايا اللي خلق الهوه ما بين الشباب وما بين مؤسسات الدوله. مالوريزمون العباد اللي كيما هكا والمؤسسات اللي كيما هكا، خي نحن مؤسسات الدوله راهي نورمالمون لازم نرجعوا ونعزوا ثقة الشباب والمواطنين بمؤسسات الدولة. الدولة قاعدة تبذل في مجهود كبير برشا باش تعزز ثقتها من خلال المؤسسات الصناعية اللي مؤسسات البريفي فوالا اللي هي نورمالمون تشارك في المجهود الوطني. أنا ما سمعتش بالشركة هذه اللي هي امبلونتي من صغري أنا في مجاز الباب عملت مدرسة ولا شاركت في تشييد مؤسسة تربوية. واضح. نقولوا لحظه خليني ندخل معاك يعني في الشان ونتفاعلوا. تلكؤ الاداره من خلالك انت تحكي على تلكؤ الاداره، تحكي على حقوق مهضومه للحي هذايا اللي موجود في مجاز الباب، وبالتالي الحق الرد مكفول لكل مسؤول وقع طرحه في المداخله هذه، وبالطبيعه انت تحمل مسؤوليه الكلام اللي تحكي فيه كل. اكيد جدا تحمل مسؤوليتي وانا عايش في البلاصه هذه ونعرف الحيثيات مليح، ما اتهمت حد، اما راهو ثم اعتداء صارخ على حقوقنا كمواطنين. الكياس اللي هو مكسب وطني، هذاك المجموعه الوطنيه ساهمت من خلال الدوله مشكوره، ثم مسؤولين قبل هما عاونونا باش تعمل الكياس هذا، هذه الاولى. ثاني حاجه من حقنا وان نرقدوا، من حقنا وان نعيشوا في انفيرونمون نظيف، ما فيش ريحه، ما فيش تلوث تاع روائح، ما فيش حس معناها اللي نجم يشنجنا ويشنج صغيراتنا ويخلينا نعيشوا في بيئه غير سليمه، هذا الثاني. ثالثا مؤسسات الصناعيه والمؤسسات الخاصه يلزمها تدعم مجهودات الدوله في بناء وتشييد المؤسسات التربويه في صيانتها، في وان نرجعوا الثقه نتاع المواطن للمؤسسات هذه، مؤسسات الدوله اللي تعمل في مجهود، تو الدوله تعمل في مجهود باش نحن نرجعوا الثقه للشباب باش يشارك في الانتخابات، يشارك في الجلسات التمهيديه نتاع البلديات، في المخططات الاستثماريه، باش هذي. أحد المواطنين المتضررين اصطحبنا معه إلى منزله الذي تضرر بسبب تمركز هذه الوحدة الصناعية. كما قاعدين تشوفوا الحيط يعني في وسط المعمل تقريبا بجنب المعمل، كما شفنا الشباك نتاعه زاد بتاع داره يحل على المعمل، يعني بكل صراحة قاعدين نشوفوا في حاجة ممكن غريبة شوية، معناها الشباك يحل في المعمل. سي شكري أنت قدمت قضايا وحكينا، باقي ما فهمناش الإشكال نتاعك والتضرر نتاعك فين بالضبط. والله مشينا البلدية من الأول
في بالنا باش تنصفنا ما خمان نسبتناش. رسلنا قرابة 12 عريضة ولا والأكثر من 12 عريضة فهمني، ولا إجابة من لا من رئيس البلدية ولا من فهمني. الإشكال فاش يتمثل بالضبط؟ الإشكال هاك تفرجوا هاك تشوف الإشكال فاش يتمثل. شوف كان جاي مثلا واحد زوالي بناه ولا حاجة واحد راهو خرجوا له يجروا راهو طيحوا له، شوف شباني الراجل تفرج فهمني. هذه الأرض تبغى سكنية وفلاحية نورمالمون يبني حتى مسمار ما يدقوش فيه فهمني، تفرج شباني الراجل وساكتين عليه، السلطة ساكتة عليه في مجلس الباب وأولها البلدية. البلدية مشينا لها قريب 12 ولا 13 مرة فهمني باش ولا إجاب، نكلموهم يكلمونيش فهمني ما سميش. وقتها هو يبني وبناء هذا الكل انتم وين ساعتها؟ نبثوا في المراسلات ونبثوا في الوعد في العرايض، البلدية ما تحركتش مش موجودة جملة. البلدية كي حبت تكوفي على روحها مشت عملت رئيس بلدية عمل ورقة قال خويا أنا سمعت بالمتساكنين وفهمني وتفهمنا فهمني، مشينا كيفاش يا ولدي كيفاش قال لك لا متفهمنا. يعني المساكنين مصححين انه مثال خليه ينتصب يا ولدي كيفاش هذا. مشينا عملنا له واحد مكتوب لا شو اسمه لا نفاذ المعلومه تسمع فيا ديجا هو فاهم هو الوالي السابق هذا قالوا راه تفهموا الجيران والمعمل تفهموا. عملنا شو اسمه مطلب نفاذ المعلومه فهمني باش نشوفوا الاجتماع شكون اجتمع فيه فهمني. من شير الرئيس البلدي بعث مراسل للولايه اللي هو اجتمع معنا ومع الـ مع الـ ومع المعمل، وكي عملنا نفاذ المعلومه فهمني تبين انه ما ثماش منها الحكايه. ديجا قال ما سمعتش، ديجا عندي الورقه موجودين هنا كل هنا خلاص. هاي شكايات كلها البلديه هذيك، هاي رئيس البلديه ها فرش كلها متضرره عبيد كل فهمت. مره اي كيف هزيت له هكا وقلت له راكم ما اجتمعتوش ومش صحيح وكذا، شنو جاوبوكم؟ شو كان الجواب؟ ما عندهم حتى جواب. حتى الوالي بت من الاول قال كيفاش وما كيفاش فهمني. ديجا ابارامون الوالي كي مشى على حكايه هذيا فهمني. يعني تقصد تنحى الوالي على حكايه؟ حكايه هذيا بالطبيعه فهمني. ما وكي جاء محمد لولا زاد فهمني ما كمل في الثنية تاع البلدية زاد. عمل معهم اجتماع في 28 نوفمبر. مع شكون عمل؟ مع البلدية ومع مولى المعمل. مع صاحب المعمل. مش صاحب المعمل، مع المدير العام. فهمني؟ وسأل وينهم المتضررين؟ قال البلدية، قلت كان أنا في بلاصتهم، نورمالمون يعيطونا احنا على الأقل. ما عيطنا حتى. وخذوا قرارات من غادي وما ثم حتى شيء. انت تو الكاميرا قدامك شنو طالب بالضبط؟ طالب رئيس الجمهوريه يدخل المول هذا فهمي ويرفع لنا المنظمه فهمي، والبلديه راهي ذي متسبه في الحكايه هذه كل تشوفوا فيها. وفا خويا فيها شبهه فساد، انا ما نقولكش فساد، ما فيها شبهه فساد، لازم يحلوا عليه يحلوه الدوسي هذا خاطر ما نجموش نعيشوا كي نتفرج بالليل فهمني. رواية عندنا جيران مرضى راهو من جراء التلوث وجراء الرواية هذه، فما ناس عندها عاملة لي فالف وناس عاملة قلب مفتوح وناس عاملة مرضى وديجا فهمني. أنا عندي ديجا جاري اليوم مشى عنده رونديفو مع طبيب تاع القلب 16 فهمني وديجا تفرجوا هاو شباك كي نحل شباك ديجا شباك يحل على المعمل في وسط الميت هاك تشوف توا الميسر الشيخ يحبوا هما ديجا يحبوا يخدموا تسمع فيه، وديجا عندنا قرار هدم وقرار سد تسمع فيه، ما نفذوا حد، حتى البلدية ما حبش تنفذ. فيه قرار هدم هو؟ قرار هدم وقرار هدم، وفيه معاينة من الشرطة البلدية، فهمني؟ وفما مع دبوات لازم يفرغوا باش يطيحوهم. وهذا طريق عرضه 12 متر تشوفوا فيه هذاك، ها هو، لقيتوا طريق هذاك طريق راهو. وحبوا يسكروا عليا من غادي، حبوا يدوروا الحيط، تصور أنت يدور الحيط هذا أنا والدار كل في المعمل ولين. اصله كياس هذا كياس هاو 12 متر هاو هاو كان مزفت هاو ديجا هما حطوا فيه الواحد الكرافية حطوا فيه الواحد هذاك هاو 12 متر قال باش ننزل 12 متر ونبعد عليكم. هو نورمالمون هي الارض كان جات ذات صبغه صناعيه لازم يبعد 700 متر. تفرج انت
بالقانون هذا مش انا تفرج كيفاش شيء. مره صارت مشكله لهنا شديرات تحرقوا ولا شنو فيني الدنيا كحله في بالنا شيء باش ترشق الماء فهمي وديجا في بالهم الحكايه هذه والبلد ما تحركتش ماهيش باش تتحرك ما عارفش علاش علاش ما تحركش ما فهمتش يعني انا لهنا نشك اتهم البلديه اتهم بالطبيعة ما دام ما تحركتش ما سمعتش بينا جمله راه ما عيطت حتى الواحد راه راك شوف مع عائلات كل هذوما اللي تسكن هنا يعني في الصيف راه انا واحد من الناس مرتي تروح لدربه الدار تبقى فارغه هذه راه خمسه شهور سته شهور راه المعمل ولا يخدم راه تصور نيتي 100 هذاك يولي 100 ونص 2 متر على الحيط راه ندي تتفرجوا تدخل داخل تفرجوا في ندي سي شكري تتحمل مسؤوليه الادعاءات نتاعك هذه الملف موجود عندك صحيح لكن انت زادة تتحمل مسؤوليتك كامله مشينا حتى لجنه المحيط حمايه المحيط فهمني وخذينا اللي هو في ديجا فهمني فما الهواء ملوث والماء ملوث تاع مجرده وكل شيء ملوث يعني في البلاصه هذه فهمني وعندكم في عندنا في ملف انا في ملف كيفاش كيف نجي ندعى على الناس بالكذب عندنا ملف ويثبت الشيء هذا فهمني انت من لوطا ومن زليز وانت ماشي حتى ما تسكنش هذه بيت ولادنا حي ناجم فهمني تفرج عرش انت تو الشباك يحل في المعمل طول حل في المعمل تفضل ويشوف عرش هذا المعمل اخويا يعني شباك نحل نصبح على الخدام الصباح الماء تاع الطماطم يغسلوا بيه الطماطم يبدا متر ونص لهنا هاو نيفو تاع الواح نيفو ندي هاوك فهمت تفرج هاو عاش دار ما تسكن الدنيا اي ساكنين فين انتم البيت هذه؟ هذه اللي ما فيها حتى شيء مسكر معناتها احنا الصيف كامل نغيب على هذا نغيب على الدار جور تلحس من تالي معناتها شوف انت المعمل هذاك كي تبناه الحس الكل على روسنا احنا معناتها عدى معناتها شوف ثلاث سنين ولا اربع سنين اللي يبنوا فيه المعمل هذاك الكل هكا كل عاد قربيع وبربيع عندنا احنا نقعد قاعدين في الصاله لنا في الليل المعمل حسوا منا خاطر احنا وياه الحيط في الحيط المعمل معنا من الجناب الكل دارنا معناتها ما عادش تسكن كيما البيت هذه زاد كيف كيف حتى هي منديه معناتها واحد ولا قريبي الندوة عندنا فينا توعينا الله غالب باش نعملوا تاه واحد داره ملك نجمش يحاول منها ولا يسيب داره يمشي يكري لبرا ما ينجمش نشوف كيفاش الدنيا معناها كل شيء طاسين هكا ساكنين حامنين باش نعملوا تاه هذيك هي هذه زادا كيف كيف في الماء كيفاش يخرج في الليل الدخان كيفاش من تالي معناها شيء كبير ما نحكي كل شيء موثق كل شيء موثق عندنا معناتها فما كل شيء موجود لنا توريهم كل شيء لنا موجود شكيتو شكينا وجينا وشيء اللي ديجا باش حلو كياس من تالي معناها اش مازال ترى معناها اني يعني لنا في الدار زيد كملوا يدخلوا زاد الكماين البحذايا وكهو ديجا حتى عاملين ولا عاملين السور من غادي يجوا قدام داري قال لك لا ما يساعدهمش هما باش يديروا لهم الكاميون تو هما يساعدهمش وين يدارش نعمل فيها معناها بعد ثاني داري تو هذه هيك 1000 متر اش مازالش نعمل فيها باش تلقاها انت دار كيما هذه في بلاصه اخرى شكون باش ياخذها لي حتى باش نبيعها واش نحب نبعد شكون باش ياخذ لي دار في وسط معمل شكون باش يسكن فيها ما بيسكن فيها حد شكون يحب يضر صغار ويضر اهله ويضر واحد ابار التنظيف راه في الصيف ما نحكي لكش معنا راه الصباح تسيق وفي الليل تسيق وفي ما تنجمش الكحوليه راهي في الساقي ما تتنحاش معناتها نمسح وفي الاخر شنو نعمل وهذاك في معناتها في الماكله في الصغار حتى ياكلوا خبزه ولا غله ولا حاجه تتمسخ له تطيح له حتى في القاعه نظيفه تتمسخ له تدفيده يا اخي مش حتى في القاعه معناها شنو نعمل
صابون ما تغسلش صابون هكا صابون الصيف العباد تغسل انا يدها من تو هكا ديجا تشوف الزرابي منشوري من تو نبدا هارب على الصيف خاطر في الصيف ما نجمش ننجو باش ولي ريحتهم زاد واحد شو باش نعمل ترى من منطقة مجاز الباب إلى منطقة الهري هي منطقة تعاني تقريباً من نفس مشاكل سيدي مدين فلا طرقات مهيئة ولا أنهج معبدة إضافة إلى الأوساخ المتراكمة هنا وهناك الهري هذه منطقة فيها 6000 متساكن معناتها باش نحكي لك ترانسبور صفر قبل الثورة في المنطقة هذه كانت كار صفرة تجي بالرغم احنا نتبع ولاية معناتها ولاية باجة معتدية جاز الباب وكانت كار صفرة تجي خاطر تتبع ولاية معنوب نحاو وخذتها جهة هوية ولت جهة هوية نتاعنا نتاع المجاز تخرج كار كيفاش وليت تتبعني المنطقة هذه ولت تخرج كار من مجاز الباب الباب الخضر انا كنت نخدم وناخذ فيها الترونسبور هذا بعد جات الثورة من با شهرين نحاو ولينا نحاو ولاد المنطقة باش نبداو باش تبدا الناس الكل في عمل الحكاية هذي كيفاش تتنقلوا؟ أنا نخدم في تونس ما نحكي لكش ترانسبور بليج ترانسبور ما عندك تران ما عادش كان يقف تران نحوك معناتها تصور أنت جات عملت ثورة يجي ماما تزيدك حاجة معناتها عباد كل يوم تزيد لا ينحولك ينحولك ترى ما يقفش كان يقف يعني ستوب ولا نقل ريفي ولا تاخو تهبط المجاز تاخو ترانسبور ما هنايا ستوب ولا تاخو كار ما عندكش ترانسبور توحد في المنطقه هذيا معناتها ما نحكي لك المشكله فين اللي فما اللي ترانسبور تنحالك معناتها اللي نورمالمون في الوقت هذا يلزمك تزيدك معناتها بليس معناتها كانت عندك كارت ولا زوز يتبدلك ما عادش ما فماش ترانسبور معزوله جمله واحده المنطقه هذيا اللي هي كانت قبل في عهد بن علي معناتها ولينا واحد يتمنى يرجع عهد بن علي خاطر كان الترانسبور موجود نحو هون تمشي تحكي رئيس بلدية بالنسبة لرئيس بلدية ما يعرفيش المنطقة ذي عمره ما جاء ما يعرفيش عمره ما جاء وتمشي العباد ونمشي وندشكو المشكلة شنو تز مطلب مش تمشي تز مطلب مش تز مطلب والحاجة المشكلة فاش يقبلوك ومرحبا ما يجوهاش المنطقة المعتمد ما نعرفوهوش ما يجيش لأن قاعدين ياخذوا معناتها هون اللي هو قداش بعاد على المعتمدية أنتم 10 كيلومتر احنا 6000 مساكن ما عندناش لي سير ولا هنا نزك المدرسه ما زادوا فيها حد شيء معناتها حاجه زادوها باش نكتبوا زادوا دوروا عملوا بها سوره كاو تيران تاعنا يا تاش معناتها تيران تاعنا احنا نمشوا تيران تاعنا كان عندنا تيران احنا ملي صغار انا عمري 32 سنه نعرفوا تيران تاعنا جاء مستثمر نحوه جاء مستثمر غاق بشهاده مع العمده اللي عمده شهاده بشهاده العمده ما تكلمش بشهاده بالرجالات اللي ما تكلمش بقول بالرئيس بلدي في بالوش بقى رئيس بلديه في باله خاطر هو زي ما عطيته للدوله ما عاد فكوا تجي تشكي مخكي ما تجي تشكي اي تو نرقحوا الامور او ما عشني او اعملوا مطلب تعمل مطلب ما فهم شيء برشا حاجات وكاو احنا في منطقه الهري اللي هي تابعه معتمديه مجاز الباب من اكبر معتمديات في الهري تنتج البطيخ والدلاع من اكبر مناطق الفلاحيه معناها موجوده لهنا تعيش في تهميش من قبل الثوره ومن عهد ما نعرف شنو تعيش في تهميش بلاد حاصرونا معناها ما تفكرنا حتى واحد وصلنا السلطات شكينا بلديه تسمعك نمشوا نشكوا كذا تو نجوك تو نقدوا شيء برج التومي لهنا تبع ولايه منوبه عاطينا كشاك مفرتين العباد مورد رزق احنا لهنا منطقه مصلي على النبي تحت الكياس اسباس تبني فيه تسايب فيه خيالي يرتع مسايبه مهمش اخوي مطالبين من السلطات تخدم هنا بالبردور تو نخدموا حتى برواح ويعطيونا كشاك اخوي تحبوا طالبين اكشاك وسوق اسبوعي كشاك عباد وصحيه وسوق اسبوعيه عندنا احنا عندنا 12 مليون تهبط مجاز الباب كل نهار واثنين كنا راح حد واثنين تهبط 12 مليون 13 مليون من البلاد هذي علاه ما تدورش عنا نحن لن ولاد البلاد ندوروها في بعضنا هذا كي ينتج هذاك تتحرك البلاد الناس علاش من منطقه عليها عندنا معمل تحليب مسكر قاعده كاكابوريا هكاك بوريان تيران لهنا كان عندنا تيران على الاقل نمشوا نبدلوا فيه الجو غارون عليه
نتاع كورة؟ نتاع كورة، تيرا نتاع كورة غارونا عليه وزرعوا فيه وخرجونا ولا جرد. من هنا الشيرة هذه الهري صور لي لهنا، هذه مقسومة شيرتين، شيرة العمدة مخدومة تريبيا سيمان وزقوات تمشي، وهذه هاك تشوف خويا عليه عليها اخويا. ها الناس ثم ألف واحد يحب يترشح العمودي ويخدم البلاد، شو مش شو يعني حاجه اللي فايدها، بالعكس ذي ما ضد العجله. هي منطقه في حاجه الى التدخل العاجل من السلطات المعنيه وسماع اصوات متساكنيها. البين تو على شوي شوارع يرقلونا الشوارع بغرومات طبعا ما نجموش نتعدوا، يلزم يحسنون المنطقه نتاعنا والمنطقه باهيه، ويلزم الواحد وعيطنا عيطنا على العمده كلمنا كلمنا شيء ما عملنا لنا شيء. البلديه ما عملت لنا شيء، شيء ما عملت لنا، شيء ما عملت لنا عاد شيء. انتي تاجر منتصب هنا. تاجر هنا نعملها من العباد الكل، ما نطلع المادريات باش يدخلوا لي ولا ما يجوني شق بكل هالكل، تطلع من هنا زاد تقعد تخسر. غرومات ما تتعداش، الناس كبار ما يتعدوش. شنو طالب بالضبط؟ طالب بالضبط يرقلون الكياسات، يرقلون الشوارع، يرقلون الزيقوات، يرقلون كل شيء، يرقلون المنطقة متاعنا ونحن كل شيء أمورنا واضحة، ويرقلون المسكن، يرقلون الشوارع، يرقلون أمورنا. هذه المنطقة أيضاً لا تحتوي على شبكة للصرف الصحي، وكل المياه يتم صرفها في وادي مجردة، وهنا نقطة استفهام تطرح في ظل غياب تدخل السلطات المعنية. خويا بالنسبة للبلاد هذية راهي محتاجة برشا سوات ومحتاجة شكون يتكلم عليه، حتى حد ما يتكلم عليه، لأن كان المسؤول يأخذ في أموره هو الخاصة، وما فما حتى حد يضرب على بلاصة اسمها الهرية معتمدية مجاز البيب. بالنسبة للهرية هذية منسية من عهد البيت، باي عندك فضلات هاو الريجارات والزيقوات كلها هاي كانت تشوفوها وثبتوا فيها وزيدوا صوروها تصب في المجردة، 6000 ساكن تصب في مجردة غادي في ود مجردة، وبالنسبة لود مجردة يمشي يصب ويشرب منها مقداش من ساكن ولا التوانسة كل تشرب منها، فهمتني؟ وهذا يكون حتى مسؤول ما سمعنا، وحتى فما حتى رئيس بلدين تاع مجلس الباب مشولوا على تعبيد للنهج على الانوار على ملعب هام صغيرات بالله لاحظيج هام صغيرات بالنسبه لهذام هذا شنو ذنبهم مخزرهم بالله صور لهم غادي صور شنو ذنبهم بالنسبه للسيد هذا باش ما عندوش تيرا تتنقلوا نتنقلوا يرحم والدين رئيس بلدين تاع وصف المديوني رئيس بلديه البطان يرحم والدي مانيش نشكر فيه معناها اما هو عمل معايا مجهود وشجعني باش نهزهم لل برج التومي باش يترينوا في التيران البلدي تاع برج التومي ويرحم هي ولايه اخرى اللي هي تابع ولايه منوب ويرحم والدين والدي كنت لفتوا لمنطقه الهيري معتمدين مجاز الباب عماد منطقه الهيري مجاز الباب يرحم والديكم تلفتوا له تلفتوا الصغيره تاخذوا الصغيره هذا ما احنا قول بابور وزفر اما هذوم الصغيره هذوم اهم. الأطفال في منطقة الهري هم الأمل هنا رغم قساوة الظروف والمتاعب والمشاكل، إلا أنهم عازمون على مواصلة حلمهم وممارسة هوايتهم المفضلة وهي لعبة كرة القدم، ويتكبدون عناء التنقل إلى ولاية منوبة للتدرب والحلم بمستقبل أفضل. معي الحلم كله، معي الشباب الصاعد، هذوم الأطفال، هذوما جيل المستقبل، بنات الوطن، حماة الوطن، هذوما المشي بنيو تونس الغد، من المنطقة هذه يتنقلوا الولاية أخرى اللي هي ولاية منوبة، باش يمشيوا يلعبوا الرياضة متاعهم، يمارسوا الأنشطة الرياضية متاعهم، يركبوا على حسابهم الخاص في النقل الريفي والبعض منه بالستوب، ولهذا لفتة كريمة لهذه المناطق المهمشة.